السلام الله عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في فيديو جديد من ملعب ابن بطوطة بطنجة. هنا كما كتشوفوا عملية الحفر في المثلث، كتشوفوا وصلت حوالي 8 ديال الامتار. من الأمطار بعض الأماكن كما كتشوفوا مشاهدي الكرام، الأشغال متوقفة نظرا ثلاث الوقيته ديال الخدمه اللي راه 7:30 ديال العشيه. كما سبق لي قلت كيخدموا 12 ساعه ماشي 24 ساعه. هاي كما كنشوفوا العمق ديال الحفر وصل تقريبا واحد 8 ديال الامتار بعض الأماكن. وحتى بالنسبه للاليات راه زادوا شي حاجه، هذا ديال الحفر زادت واحد بوكلان، وكذلك زادت واحد آلة ديال تيست اللي كيحفروا بها الابار باش يشوفوا واش كاين الماء ولا ما كاينش. وكذلك مشاهدي الكرام بدا كيزولو الكراسة كما كتشوفو، هدا الطابق السفلي الجهة المقابلة للمنصة يحيدو الكراسة ديالها. كذلك الجوانب ديال المنصة الطابق العلوي بدا كيحيدو الكراسة. ايضا الجهه هذه اليمين ديال المنصه الطبق السفلي
لما كنظن غادي يوحدوا الالوان ديال الكراسه ولا غادي يبدلوهم، ربما كيستعدوا باش يبداو يسقفوا الملعب لما بداو كيجيو بعض الاليات ديال التسقيف. كنحاول ندقق لكم الصوره مشاهدي الكرام، كما كتشوفوا العمليه ديال الحفر فين وصلت. بالنسبة لهذه المدرجات، هذه المنطقة الشمالية وكذلك الجنوبية، مدرجة الزادو جدادين مازالين كيديروا المواد اللي كتمنع تسرب المياه. يعني في كلتا الجهتين باقيين كيديروا كما كتشوفوا، خدامة مازالين زايدين الساعة. إلى هنا ينتهي الفيديو مشاهدي الكرام.